ابغى اقول لك يعني السعوديه يمكن اخر عامين اختلفت بزياده، وكانت هي منبع يمكن الفرح والسعاده، خاصه بسبب المواسم اللي كانت. اشتقت لهذه الاجواء، اشتقت انها ترجع. صراحه يعني الجرعه اللي اخذناها قبل الحجر اللي سووه هيئه الترفيه، المجهودات الجباره يعني يمكن خلتنا نحس بمرارة هذا الحظر أو الحجر اللي احنا فيه، ولكن إن شاء الله أنه ترتيب أوراق من جديد إن شاء الله وعودة بعد الحظر للفعاليات اللي كانت في المواسم. أنا كنت متواجد في كل المواسم، سواء كان ابتداء بموسم جدة، بعدين موسم السودة، بعدين موسم الرياض، وكانت أمور صراحة حتى كذلك شتاء طنطورة، كانت أمور يعني بالنسبة لنا فرحة وبهجة، خصوصا أنها كانت على أعلى مستوى يعني والكل شارك فيها، وكنا فخورين جدا بهذه التجربة. ولكن اللي حصل يعني حسسنا صدق بطعم وحلاوة هذه المواسم. يمكن تتذكرين سهى، كنت أنا وأنت في إعلان موسم الرياض، يعني الأشياء اللي كنا نقراها أنا وأنت في الورق كانت أشياء جبارة ومهولة يعني على في مستوى الحدث يعني. ولكن إن شاء الله أن العودة قريبة، وإن شاء الله أنه أنا أعتقد أنه هيئة الترفيه يعني عندهم الكثير يعني بعد العودة من هذا والخلاص من هذه الجائحة. وأنا أعتقد أنه الشباب بحد ذاتهم هم عماد هذا الوطن، وهم عماد المستقبل، وهم اللي راح يقدمون إن شاء الله رسالة تثبت أنه الشباب السعودي واعي بما فيه الكفاية إن شاء الله. والله يعيد علينا وعلى الجميع إن شاء الله بصحة وسلامة، وشكرا لك يا سهى. أمين يا رب، يعطيك ألف عافية ياسر، كنت سعيدة جدا باستضافتك لك وأنك كنت معنا في برنامج مين يكون اليوم، وكل عام أنت بخير مجددا، ولكل أهلك يا رب ولكل أحبابك. والآن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أكيد كان معنا ضيفنا النجم من اللي عنده محبين كتار في المملكة، الاسم اللي صار مربوط دائما بتسجيل البطولات والأهداف، الكابتن ياسر القحطاني. وبهذا اللقاء الجميل، وبأنه ضيوفنا ومشتركينا عرفوا هوية الضيف والنجم معانا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. أكيد أحب أوجه الشكر لهيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة صدى، ولكل كل الأشخاص اللي قاموا عشان يقدمونا شيء مميز في العيد، عشان يعني نرسم البسمة ولا شوية على شفاهكم. شكرا لكم لحسن المتابعة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج مين يكون. تصبحوا على ألف خير.